القانون كذلك ينص بصفة واضحة بوضوح صنف باللي القاضي يبني الاقتناع نتاعو باش يبري ولا باش يحكم على إنسان على ما دار في الجلسة بدون يعني نطرقوا واش قالوا في التحريات الابتدائية أو على مستوى التحقيق. المتهم الثاني اللي استجوبوه في إطار التقسيم اللي دارته المحكمة جاوب على الأسئلة وكان ملمس بالأصبع نقطة قانونية المشاريع اللي تستند على تعليمات A408-15 ولا بنسبة ولا تستند على أساس قانون الصفقات العمومية. هذا راح يكون مجال نقاش حاد. المحاكمة في يومها الرابع عرفت توقفا للأسئلة الطرف المدني وأيضا الدفاع بطلب من المتهم الإسماعيلي، وأيضا تواصلت مع الاستماع إلى المتهم الثاني مصطفى حسني رئيس قسم الإنتاج على أن تتواصل المحاكمة في يومها الخامس يوم غد الخميس. من أمام المجلس القضائي عبد الناصر كسحلاور، الشروق نيوز.